لا انا اكتشفت ان في عادل طفوليه السلام عليكم ومساكم الله بالخير متسابقينا نجوم سكريبت عودا حميدا محملا بالكثير من المتعة والإبداع كما نتمنى لكم مستقبلا ناجح اقرع الطبول وايقظ النائمين فقد عاد النايف عاد ليكمل قصة لم تنتهي وعاد ليواصل إبداع لم ينقطع لذلك استعدوا لتخوضوا الماريونيت من جديد سكريبت اثنين انا جيت ولا هي غريبة انصطيت مع النجوم الفريقين بابداعينا متفوقين الواقع هنا ترى قناة المبدعين الاقوى الواقع هنا ترى هي مصنع للنجوم الاقوى هلا يا هلا ماريونيت مع النايف هلا يا هلا ماريونيت مع الصادي هلا يا هلا جينا بالإبداع الكبير ونبهر به الجماهير بنمثل ونضحك سوا والجرح نصنع له دواء بيض الله يجيكم الله لا يهينكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم بحلقة متجددة من فقرة ماريونيت مع النايف. فيه ناس كثيرة عندهم مواهب متعددة ومختلفة، ومنهم اللي موهبته شافها كل شخص، حتى الأعمى يقدر يشوف موهبتك. أنت اللي تظهر نفسك. اليوم حنا على هذا المسرح سوا، رح نمثل ورح نوصل للمشاهد معلومة أننا نقدر حتى بدون الكلام نوصل 1000 معلومة. حياك الله مشاهدي من جديد، عدنا والعود أحمد، والغياب لا بده، الغياب لا بده، والسيل ما يبطي به إلا كبره. وأنا الله يكبر، وأنا أنا يعلم الله أني متأمل بهذه النسخة كثير، نسخة فيها من كل قبيلة الرجال، والله اللي ونعم في ذمتي ذم، وحفاوتكم هذه تعني لي أنا يا نايف الشيء الكثير. لا تسوشون بي يا رجل يا رب أقودكم. طبعا جينا بالله كيف الأوتفت يا شباب؟ تعبتكم صح؟ ها؟ اسمع الله اللي مرحبا بكم، بس لبوا والله عقبودكم، عز الله اني بطلق حجاجي دمكم معي في ذمتي ذمة. طيب حنا نعتذر منكم سيداتي سادتي على التأخير، كنا نسوي بروفات مع الشباب بسيطة، والشباب كانوا متعاونين جدا وكانوا متحمسين جدا، أشكر لهم هذا التعاون والحماس، وأيضا أشكر الشباب اللي في الإعداد واللي في الإخراج أيضا. اليوم يا شباب لا تشوشون في الرغة، لا تشوشون على ما الله يكون الله عليك. أنا ترى النور الأزرق أخاف منه. حنا يا شباب بدينا الفقرة الأولى، حنا الشباب بدينا الفقرة الأولى بالتمثيل الغنائي وأبدعته جدا، وأنا يعني مؤمن بأدائكم وبتمثيلكم وبقدراتكم في التمثيل. اليوم راح تكون عندنا 3 مجموعات، وكل مجموعة لها زي معين. استريح يا شباب، استريحوا. يكون كل مجموعة لها كاركتر معين ولها قصة معينة، أبغاكم توصلون مشاعركم للي خلف الشاشة، أبغاكم توصلون رسالتكم بدون أي كلمة. اليوم راح تمثلون معنا 3 تمثيليات بدون ما تقولون فيها أي كلمة. مستعدين؟ يا رب الله يقول يا دم عيني. تبون نبدأ؟ قبل ما نبدأ بكل شيء، أباخذ منكم 2 يعطينا كلمة بسبب عودتنا لهذا الكيان العظيم. تعال تعال أولا تلعذار. الله يلي مرحبا بكم. أبغى كلمة، بنبدأ من اليمين ومن الكبير حجما وعمرا وما شاء الله. نبغاك تعطينا كلمة. عند رب العالمين عدنا والعود أحمد، والحود والعود أحمد، والحماس موجود، ونقول للمجموعات الأولى والثالثة، أنا بحكم أني في المجموعة الثانية أقول المجموعات اللي تنافسنا، الوعد قدام. تعال تعال تعال، تصريح قوي والله، والله ما تبين يا وعلى الصدام يا هبة اسفرج. على الصدام خلاص، لك الحق ترد عليه بالتمثيل. ايش الطقم هذا ما شاء الله؟ احكي لك، شوف 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 يو حبيبي، ما عرفت نفسي اتوقع. طيب طيب نبيك تعطينا كلمة. اول شيء والله العظيم اننا سعيدين بعودة الفقرة دي، سلم نستانس فيها، نضحك، نعبر عن ماضي خواطرنا،
ونقول لك يا نايف عيال كلنا اطلق حجاجك. يلا ماك عبدك. يلا يلا باقي مجموعه اللي المجموعه الثانيه. طبعا انا نايف قايد النسخه هنا واقول ولع يا فتيله وبنفوز. والله الشباب متحمسين جدا. وش الحماس هذا؟ ليه؟ يا لبعيني يا لبك عبدك. طيب بنبدأ مجموعة وبنشوف الأفضل. المجموعة الأولى لهم 4000 نقطة، يعني عيش يعني شيل الليلة. المجموعة الثانية لهم 2000 نقطة. المجموعة الثالثة صفر. ما تعرف تمثل لا تطلع المسرح. خشبة المسرح لا تحمل إلا الأقوياء، فأبغاكم أقوياء وتأدون أداء يجملكم أولا ويجملني أنا ويجمل الكل من شاهدنا. يا لعيني بنمثل ونضحك سوا والجرح نصنع له دواء. الواقع هنا ترى هي مصنع للنجوم الأقوى. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع النايف. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع الصاطي. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع النايف. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع الصاطي. هلا يا هلا. طيب رجع صوتي. لا لا لانها شغلني الله. يا ابن رويه ابن رويه فقرتك بدون تحيز. لا تقعد تنقدني حتى اذني يا مسلم. ايوه اطلع. لا ترى والله بفك والله بطلع ترى. طيب نبدا مع المجموعه الاولى اللي بتكون معنا هنا. انا قلت لكم اول مجموعه 4000، ثاني مجموعه 2000، ثالث مجموعه للاسف راح يطلعون عندنا بلاش كذا فري. طلعت تمثل لكن ما في نقاط. طيب احتمال يكون في ممثل في المجموعة الثالثة أبدع ولكن مجموعته خذلوه. أنا هنا أنصف هنا. أنا أصلا يسموني نايف النصوفي اللي أنصف الناس. طيب بيكون عندنا توب ثري. المركز الأول أو خلنا نبدأ من المركز الثالث. الثالث بياخذ معنا 300 نقطة الحالة. الثاني بياخذ 500 نقطة الحالة. الأول بياخذ 1000 نقطة الحالة. 1000 نقطة يعني يمديك تسافر. فراح نبدأ. جاهزين أنتو؟ هل فيه مجموعة تقول أنا ما بعد أجي؟ جهزت؟ طيب بنبدأ مع المجموعة الأولى اللي مشهدهم اسمه لا صديق السوء. الله يكفانا وإياكم أصدقاء السوء. نعم ليش مشهدكم اسمه صديق السوء؟ ها واضح أنك أنت صديق السوء مع الطقم رئيس العصابة. طيب توزعوا يا شباب بتلعبون قزعي ارجعوا ورا. طيب طبعا عشان أعلمكم بترقد؟ أوه صح مشهدكم. طبعا يا شباب تكونون في الصورة لعبكم يكون على حدود الشاشة. جاهزين؟ طيب 3 2 1 أبدع. ما في صوت يا شباب.
قصرتوا. تعال وين ترقد؟ ايش الابداع ذا يا شباب؟ صدمتوني والله. والله بغيت ابكي انا، قلت ايش صديق السوء ذا؟ القادم افضل. طيب يا شباب، هذول اصدقاء السوء، وهذول اصدقاء الخير. اصدقاء الخير، وانت؟ انا هذا اللي انت 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 انا ولا انت انا؟ طيب انا اللي فهمته والله ما ادري. اشرح بيض الله وجهك. وجهك عجبتني. لا لا بعلمكم، انا عندي نقاط، انا من حقي انقد. صح ماني في فقرة النقد، لكن من حقي انقد. انا قلت لكم لكم حدود الشاشة، تعديتوها، صرت تمثل للجدار مش للمشاهد. فهذه نقطة. النقطة الثانية يا شباب، شباب تراني ساكت واجد، ترى لا تراني ساكت واجد. لا لا ما والله ما امسكها هالمرة، بس هالمرة. لا والله اني اهجم عليهم، طيب اخصم عليهم، روح وسوس لهم. طيب يا جماعة، انتوا ابدعتوا، خلاص وصلتوا الرسالة. انا بالنسبة لي فهمتوا يا شباب؟ بالنسبة لي فهمت الرسالة، ان هذول اصدقاء سوء. اعجبني انكم اخترتوا، يعني اخترتوا السوء. بالله سد حلقك. اخترت السوء يسار، واخترت الخير يمين. هذه تحسب لكم، بيض الله وجهكم. ان شاء الله القادم افضل. ابغى واحد منكم يعطينا كلمه بالمشهد، او يشرح لي المشهد. المشهد يا اخوان، لا جمهور ولا متسابقين، المشهد ارفقاء سوء وارفقاء خير. كان المنازعه بين الخير والسوء، فاغواه الشيطان وراح للشر، فطرحوه وكسروه، قاموا وضحكوا عليه، وحتى يوم كسروه قاموا يضحكوا عليه، فقاموا اصحاب الخير فشلوهم للارض ورفعوه للمستوى اللي هو معتاد عليه، وقام رفيق الخير يدزهم. فنقول لكم واظبوا على الخير، واظبوا على اصحاب الخير، اتركوا منكم اصحاب السوء، والله يجعلنا وياكم من الدلين على الخير الناهين عن السوء. يا سلام يا سلام، بيض الله وجهك. الله يعطيكم العافيه يا جماعه، ما قصرتوا، شكرا لكم جزيلا. دائما حاول أن تنتقي أصدقائك، الصاحب ساحب. اليوم احتمال أنك تختار لك صاحب ويكون هذا الصاحب هو سبب من أسباب دخولك الجنة، واحتمال تختار صاحب يكون سبب من أسبابك، من الأسباب اللي تدخلك النار. فأسأل الله العلي العظيم أن يكفانا شر من فيه الشر. طيب نبدأ مع المجموعة الثانية، جاهزين؟ طيب المجموعة الثانية، وش مشهدهم؟ لا عط. اوكي، المجموعة اللي مشهدهم الساعة، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطع. يا سلام يا سلام، والله ما انتم بهينين يا ولد. لفتني في المجموعة الأولى يا جماعة الأطقم، الملابس، تشكر عليها، تشكر والله على اللبس يا ابو مناحد. اي والله. طيب جاهزين يا شباب؟ خذوا اماكنكم، خذوا اماكنكم. وش ايش فيك؟ انا بدي قهوه. انت خلصت اللي عليك؟ اي خلاص. يلا ها قاعد يمد يده على المقعد. يا احنا نبي نمثل يا شيخ. استري تمام، جاهزين؟ ناصر لا نطلع من الساحه. 3 2 ابدا.
أبدعتوا فأمتعتوا. شكرا لكم. أنا اللي فهمته والله أعلم ليش كلكم جيتوا يمين. تعال واحد هنا. أول شيء أبدعتوا. أنا في اثنين جالسين هنا أو ثلاثة. أنت الخير صح لي. طيب الخير يعطي سجادة بيض الله وجهك يعني تدلهم على الصلاة. تعطيه ما كله. جعاني جاب لهم اكل كيف وانت اللي تردون ما نبغى انا اقول لك عندنا جرب علينا الصك جرب علينا الصك طيب بيض الله وجهك واقع الصك تبغون اكل يا شباب ما في مشكله طيب والله ما قصرتوا انا لاحظت انتم قاعدين تلعبون مع الساعه اللي وراكم اذا سرعت تسرعون ايوه التزامن واذا هدت تهدون صح بس انت بكيت في نص ليه لا نمت لك كم مره كان على الجوال ثم قال كذا هذا لا حلق نفسي هذا من صليت معي ما كان ضحك عليك بس والله ما قصر يوم تدف الساعه كانت راجع صح هي رجعت بعدين قعدت تطالع كيف بعدين نطي ليش لحظه تراك بيض الله وجهكم صراحه والله ما قصرت يا حبيبي ابدعت الله يطول اي والله اني اتابعكم وانا مستمتع شكرا لك شكرا نبيكم تشرحون للعالم وين؟ اشرح للعالم وش مشهدكم؟ اشرح للعالم ما ادري الصوت شغال ولا لا صوته شغال هذا وشو؟ هذا وشو؟ مع ما عادي امسك اخدمني اخدمني طالت اعماركم المشهد بما فيه ان الربع يضيعون وقتهم لا في لعب ولا في لهو الاكل ما هم ملتزمين في اوقاتهم يضيعون الوقت الوقت مشى بعدها حاولوا يردونه ما عاد قدروا لين فات الاوان فاحنا نعطيك العبره والعبره طالب الله يعطيك العافيه يعافيك شوف الله يعينك صافق يا شباب يستاهلون يستاهلون طيب اللي فهمته من مشهد الشباب الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك كان في ثلاثه يمثلون انهم مشغولين عن أساسيات الحياة الصلاة الأكل الأمور هذه تنشغل منها علشان أشياء تافهة أما بلايستيشن ولا بلوت ويمر الوقت وتلقاك مع الوقت بتندم على الساعات والأيام والسنين اللي فوتها نصيحة أخ لا تفوت ساعة من حياتك وركز على صلاتك وركز على الأمور اللي تهمك وتنفعك للمستقبل. جعل ربي يوفقكم بيض الله وجهكم. صفقة ثاني مرة يستاهلون يستاهلون. طيب المجموعة الثالثة مشهدهم تم إنتاجه وإخراجه من المخرج العظيم القدير اللي يا أخي يسعد أمك. إيش القوة ذي؟ مخرج أبغاكم تجون كلكم هنا تصفقوا له رجاء إذا ما عليكم أمر لأنك تستاهل صدقني تستاهل صدقني تستاهل خلاص ارجع يا شباب من المخرج العظيم نايف الرضيدي لا لا يا شباب طيب بخصوص المجموعة الثالثة يبقون معنا اللي هم مشهدهم وطني جاهزين يا شباب انزل صديق السوق طيب توزعوا جاهزين جاهزين 3 2 1 ابدأ دقيقة
خطط صهوك. بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم، رجعنا ورا شوي بالله. الله يبيض وجيكم يجمل حالكم وليهينكم. كنت حي معنا مع عيال، تحياتي واشواقي، والله انكم ابدعتوا في ذمتي ذمه، انكم ابدعتوا. بيض الله وجيهكم، والله انا مستاهل صفقه صفقه يا شباب. الله عليك، مبدعين جدا. مثلتوا قناة المبدعين الاقوى. الواقع هنا ترى. انت 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 ليه ليه تضحك في الحرب؟ في نص الحرب يا ضحك. احنا نشرح هذا اللي هذا اللي يذبحك في الضحك. ما هي هذا بيض الله وجيهكم، ما قصرتوا، مثلتوا خيرة افراد الوطن، جنودنا البواسل. سأل الله العلي العظيم ان يمدهم بالقوه والعزم. امين. صفقه لجنودنا البواسل. صفقه. تحيه واشواق. بيض الله وجيهكم، مثلتوا. هذا حق علينا يا ابو عبد الرحمن، هذا حق على كل مواطن. عندي بيت من قصيده. بيض الله وجيهكم. سلام. سلام. اقول يا علمنا اطرخ ورفرف سمها فوق العمود في دار الله ثم هيب السلاطين البلاد. هذا بيت من قصيده. يا سلام. الله يستاهل الوجه. بيض الله وجهك. بيض الله وجيهكم، ابدعتوا ابدعتوا جدا جدا جدا. شغل مارينيت يا شيخ، ارفع الصوت. مارينيت 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 مع الصادق. هلا يا هلا 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 ماريونيت مع صوتي. هلا يا هلا ماريونيت. واحدة واحدة. ماريونيت مع النايم. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت. كلهم يقولون هلا صوتي. هلا يا هلا في سكرة اثنين انا جيت ولا هي غريبة صوتك مع النجوم. هي مصنع للنجوم الأقوى. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع النايف. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع الصادي. هلا يا هلا جينا بالإبداع الكبير. خلاص يا طيب يا اخوان، وش تقول؟ اللي ما يحب الوطن مو برجال. اللي ما يحب الوطن مو برجال. طرجوله. طيب يلا يلا، تحيه تحيه. مصنع للنجوم الاقوى. هلا يا هلا بيض الله وجيهكم. بيض الله وجيهكم. لهن لهن صراحة. والله العظيم اني فخور بهذه النسخة. يعلم الله اني فخور بهذه النسخة جدا جدا. ما قصرتوا، ابدعتوا. انا متأمل ان باقي في داخلكم شيء الكثير، وانا اقولها عنكم وان شاء الله اني اسد. هذول الاشخاص اللي في نسخة سكريبتو باقي عندهم شيء عظيم جدا. يا رب الله يكرمك، يا رب الله يكرمك، يا رب الله. اعتصم انا خمرينا عصبه كرمتها. طيب بيض الله وجيهكم،
صراحة انكم ابدعتوا على ان البروفات يعني كانت في وقت بسيط جدا الا انهم سووا اللي عليهم. شكرا جزيلا، بيض الله وجيهكم، ما قصرتوا. ابغى ثلاثة كل واحد من مجموعة، طلع واحد اثنين ثلاثة، خلاص ارجع. طيب انت مجموعة كس مسرحكم، الله يكفانا الشر. الوقت كالسيف والوطن. طيب ابغى تصريح من كل واحد منكم للجمهور. اقول لهم الله يبيض وجهنا وكل ابونا على هذا الاداء. الله يبيض وجهنا صراحه، احنا تعبنا معه والله. نتكلم صادق، كل ابو مجموعه فيها حقها، ولكن باذن الله ان الله قسم لنا شيء بناخذ بناخذ، ونقول لهم بنزيد لها كلمه حاجه شو على الصدق. انا والله كلكم. انا بغيت حتى انا اسوي. لا لا طيب. انا كنت بصرح ابو الله يصرح قال على الصدام، بس استاهلوا الشباب يرفعوا على مسؤوليه. استاهلوا. سبقتنا على يعني هم شايفين استاهلونا استاهلونا، ما اخذنا احنا ولا تدونا شيء، احنا اخذنا بيمنانا زين. اسمع قال الله، هم يدرون فنجيلهم مشروب اصلا، فنجيلهم مشروب بالعلم. راح ايش تضاربوا عشان اي هن بيها شوي. لا 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 انت اخوان الاول عندنا يا نايف في المجموعه الثالثه الاول. اقول كل ابوكم ابدعتوا من اكيد. اي هذا ما سمحت لكم بالاول احنا على المسؤول. لا صراحه الكل ابدع في توصيل الرساله، المقصد هو ايصال الرساله للشخص اللي ورا الشاشه، وانا متاكد ان كل اللي ورا الشاشه افهموكم وفهموا الرساله بدون ما تقولون ولا حرف، فبيض الله وجيهكم ما قصرتوا. لا 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 هلا يا هلا بيض الله وجيهكم ما قصرتوا. لا 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 ها ها ما بيكم واحد يعرف يلعب. الله يعطيكم العافية. طيب الآن شغل لي دقت، شغل لي دقة قلب. لا شغل صوت رئة. رئة بكيف؟ دور صوت رئة ما لي دخل. شغلنا الشيرات حق الوطن. لا نبغى شيء يخوفكم. نبي شيء يخلي الشباب يقولون يا رب أفوز. طبعا أنا والله أني قاعد مع شباب يومين. شباب طاقتهم ما شاء الله تبارك الله عالية جدا. لبيك صرح تقول الأول، تقول الأول ها. أنا بعد آه لما تسريع يقول ما نوروهم شيء، كيف الكلام هذا؟ طيب إن شاء الله أن كلكم أوائل، والله أنكم أبدعتوا كلكم، وإني محتار الآن وإنهم هنا محتارين على ال 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 الفريق اللي بيفوز معنا. عند الفريق كأس العالم يا شيخ شغل لي دقة قلب. ما عندك دقة قلب؟ طيب سو كذا كأنك. أنا لخامتهم ترى، قلت لهم لا تجهزون دقة قلب، والحين قلت شغلوها. ماني بطالع لين تشغلها، ماني بطالع، ماني ماكل، ماني ماكل، ماني ماكل. شغل دقة قلب، شغل دقة قلب، شغل دقة قلب، والله نشغل. فكني عليهم، فكني على. لا لا شيخ القرية، شيخ بتفاهم معهم لو سمحتم. أنا شيخ القرية احترموني على الأقل، شغلوا له دقة قلب. لا تفشلون. أنا مقدم ترى، يعني أعلم منك شوي. شيخ والله لا تحد. لا أقسم عليك. يلا لا تحد. لا تسمع صالح حسين. هذا صوت قلبك. طلع خايف. راح شغل قرية. طيب مجموعات كلهم صراحة ما قصروا، أبدعتوا فأمتعتوا جميع من شاهد. شكرا جزيلا على هذا المستوى الجبار، ولكن دائما فيه مراكز، وكل إنسان يسعى للمركز الأول، ففيه مركز أول. نذكركم ونذكر المشاهد اللي 4000 نقطة
والثاني 2000 والثالث اعذرونا يا شباب. يمكن 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 وجبة من أحد المطاعم بكرة. طيب ولا دعوة في ظهر الغيب. طيب المجموعة الأولى ولا نبدأ من الثالثة؟ طيب تفضلوا معي على المسرح. مجموعة الوقت في النص والوطن هناك والسيف هنا. لا الوقت كسيف والسيف هنا. سوق أمها. لا الأصدقاء سوء. طيب مجموعة خلوكم على جنب. الشباب كلهم واضحين على الشاشة. كلكم أبدعتوا. جميعكم أبدعتوا فأمتعتوا. ما في مشكلة. المجموعة الثالثة. حنا بنبدأ من الثالثة والثانية والأولى. ولا بنقول الثانية عشان يبقى واحد ياخذ 4000 واحد يطلع ببلاش. حلو والله اني ذكي. اقول لك مقدم بالفطرة. انا كنت في الديرة مقدم. طيب طيب تجي تقدم. يا لبك عبدك يا عقاب. والله انكم ابدعتوا. اي والله اني صادق. طيب المجموعة الثانية الفائزة ب2000 نقطة لهذا اليوم. لا تعلمني فيكم انت يا عيال. شو قعدت معهم يومين تمادوا. مجموعة الثالثة الثانية عفوا. طبعا اول مجموعة مثلت من؟ حنا. ثاني مجموعة انتو. مجموعة اللي خذت المركز الثاني على 2000 نقطة هي مجموعة لا كيف اقول لك لعبتي والله الطغل. مجموعة الوقت كسر. بيض الله وجهكم. ما قصرت والله ما قصرت والله ما قصرت والله ما قصرت. طيب صوت صوت. وين الشارة؟ طيب تدري عطهم الشارة يبون يستانسون. حقكم حقكم. شغل الشارة يا مدير شغل. ها لهم حق. لازم تلعب معهم. لازم ماريونيت مع الساطي. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع النايم. ما قصروا الشباب. بيض الله وجيهم. محمد بن منصور قاعد يصور سناب هناك. انت المفروض اطردك من الفقرة يا ابو منصور لانك بعد نص ساعة بتنقدني. يا لبك عبدك. طيب تفضل تفضل. اول شيء الشكر الشكر لله ثم لك يا مقدمنا لانك انت تعبت معنا وجاينا من قبل فقرتك بيومين وتعلمنا وقبل شوي كانه انت بتمثل ما هو بحنا. الله يرفع قدرك. لكن الله يبيض وجهك وعز الله ما قصرت. وان العمل ذا نجح فهو لك ما هو بلنا. النجاح لنا كل ابو الله. بيض الله وجهك. الله يطول. ما قصرت. ما قصرتوا جميعا. طيب بما انكم خذيتوا 2000 نقطة تستاهلون جدا. بيض الله وجهكم. خلاص راح يا جواب. لا ايش الحركات. طيب تعال يا عود. تفضل. عندنا واحد يجي. دقيقة يا جماعة هدوء ريلاكس. شغل شغل اللي دقت اللي طلعت قلب. تعتبر مجموعة وسطية لا هي بصعبة ولا هي بالأصعب. لكن بقى الأصعب والصعب. الأصعب والصعب. طيب تصريحاتكم قوية جدا.
طيب والله الاول ما تشده يعني راح. طيب يقول والله الاول ما تشده، وش تقول؟ والله ما تشده حالفا بالغيب، انا ماني بحالف بالغيب بس باذن الله. هل الاول ما يلحقون الموسم الاول معك؟ احنا اللي فايزين مجموعات اللي ماخذ الاول لان ما حضرنا احنا، لان ما جينا. دقيقه دي صعد الموسم الاول هذا حلقه لان اقول لك عبد الرحمن اول فقره لك، هم خذوها لان ما كنا موجودين، مجموعتنا ما كانت موجوده صراحه. الصدق من المجموعه الاولى والثانيه والثالثه كلكم ما قصرتوا، كلكم مبدعين مهما خذيتوا اول ثاني ثالث، هذا تحدي وفي فوز وخساره، وانتم متنافسين بكل شرف وبكل محبه. المجموعه ارجع شوي لها انتم، ارجع عشان الشاشه تاخذكم لها انتم. المجموعه الاولى ترى طالعين كلكم. المجموعه الاولى الحاصله على 4000 نقطة، من تتوقعون سيداتي سادتي؟ اكتبوا بالهاشتاج، اكتبوا بطلع اذا طلعت بقرة. المجموعة الاولى ارفع ايديكم يا رجال. اوكي المجموعة الاولى الحاصلة على المركز الاول اللي كسبوا 4000 نقطة هي المجموعة التي مثلت الوطن. سكربت اثنين انا جيت ولا هي غريبة انصطيت مع النجوم الفريقين بابداعينا متفوقين. الواقع هنا ترى قناة المبدعين الاقوى. الواقع أجواب. هنا ترى هي مصنع للنجوم. يحق للمقدم يضربه ولا شلونه؟ طيب لا والله كم. طيب بيض الله بيجيكم. دقيت تحية للعلم 733 مرة. هذا حب الوطن، هذا حب الوطن. طيب خلاص نقعدي لمتى؟ طيب بيض الله بيجيكم. المجموعة الأولى معهم سروالك أبيض واضح. طيب ابيكم تعطون كلمه للجمهور بمناسبه انكم فزتوا في المركز الاول. الرجاء ذا عنده قصيده، عطنا كلمه تفضل. اول شيء الحمد لله رب العالمين على التوفيق. الحاجه الثانيه هذا ابسط مما يقدم لبلادنا، عسى الله يحفظه ان شاء الله، يحفظ قلب الحرمين الشريفين ولي العهد الامير محمد بن سلمان، ومو في تمثيله بس، حنك اللي بينا من دون الوطن في تمثيله في غيره. نعم السلام تفضل. الله وجهك رجال ذا في خاطره قصيده بيعطينا اياها. اسلم خلهم يعطوني صدى عشان اعطوه صدى. اسمع اعطوه صدى ودقه قلب. لا ما لا تعطي دقه قلب. لا دقه قلب عايزين دقه قلب بعد. هو عاصمه الحرب حتى مصدر طارت والله ام العدا. اقول الشاعر اللي ما يقف دون الوطن ما فيه خير. طيب الله ولا راسم ما يفخر فيك ويقبل ثراك من اجلك نسوق العمار ولا نحسب للكثير. وش قيمة الإنسان لم نتغيم حماك عاشق بكل أجداد يوم من الزمن برد وهجير وضحوا بعز من أجل يبقى عزك ويبقى بقاك تحت لو معزي ملك الحزم بالسيف الشطير. اضرب علم واثبت جبل ورقى سما تحت لواك ما نعيش بعز ولا الموت ويليك المصير. يقولها عبد العزيز الفذ كله في رضاك. الله شالا يا نوم عليك يعني والله وجهك جمل الله حالك والله لا يهينكم. وهذه أقل أو هذا أقل ما نقدمه لوطننا العزيز والجنودنا البواسل، جعل ربي يحفظهم.
عندك بيت يا جماعه ترى مو جسمه يقول اسرع يقول دون الحماء والوطن نبيع دم الوريد سيوفنا نسلها وسلاحنا نفك سرا سرا الشارع يا ابو والان الشارع هل تعلم مع الطالب كيف يا عليكم طيب بيض الله وجيكم بدري بيض الله وجيكم ما قصرتوا يعلم الله انكم ابدعتوا وكلماتكم انها تعني لي انا يا نايف الشيء الكثير وادري انها وصلت الاعماق قلوب المشاهدين شكرا جزيلا من اعماقي بيض الله وجيكم جزم الحين باجوب طيب الآن عندنا توب ثري الأفضل ثلاثة ممثلين معنا في هذا في هذه الحلقة أفضل ثلاثة ممثلين الأول بيأخذ 1000 الثاني 500 الثالث 300 وعندنا واحد زايد من عندك أنت سيد المشاهد أو سيدة المشاهدة تقدر تعطي هذا الشخص 300 نقطة عن طريق هاشتاج سكريبت حنا في سكريبت كم؟ 49 عن طريق هاشتاج سكريبت 49 اكتب اسم متسابقك وإن شاء الله أنه يأخذ النقاط الشخص اللي يستحقها الآن بنعلن عن أفضل ثلاثة متسابقين ارفع إشارة وعطني أفضل ثلاثة متسابقين مع النجوم الفريقين بابداعنا متفوقين الواقع هنا ترى قناة المبدعين الأقوى الواقع هنا ترى هي مصنع للنجوم الأقوى هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت معنا حياكم الله سيداتي سادتي من جديد انا اطلب من الشباب يطلعون معي هنا تفضلوا تعبتكم صح اطلعوا انزلوا اطلعوا انزلوا تعملون يا شباب يوم بالاسبوع مستانسين بيض الله يجيكم ما قصرتوا جميع طبعا الشباب اللي مو محاضرين الشباب اللي مو محاضرين الفقره هذه للاسف ان عليهم خصم مو من عندي من الاعداد كلكم أبدعتوا كلكم في عيني أنا يا نايف الأول كلكم مطاليق ما نختلف على هذا الشيء ولكن الأفضل أشخاص مثلوا اليوم راح يأخذون النقاط أكثر طيب يبغوني داخل وخليكم هنا برفع لكم الشارة وعيشوا أنا أدريكم مشاهدينا دقيقة ماريونيت مع الصاطي هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع النايف هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع الصاطي هلا يا هلا في سكريبت اثنين انا جيت ولا هي غريبة انصطيت مع النجوم الفريقين بابداعنا متفوقين الواقع هنا ترى قناة المبدعين الأقوى الواقع هنا ترى هي مصنع للنجوم الأقوى هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع جينا بالإبداع الكبير ونبهر به الجماهير بنمثل ونضحك سوا
الجرح نصنع له دواء. الواقع هنا ترى هي مصنع للنجوم الأقوى. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع النايف. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع الصادي. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع النايف. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع ماريونيت مع الصاطي. هلا يا هلا ماريونيت ماريونيت مع النايف. هلا يا هلا يلا راح نجيك. طيب استريحوا يا شباب استريحوا. بنعلن عن افضل 3 متسابقين لهذا اليوم في الشاشه اللي وراء. فلذلك خلوكم هنا وهنا اذا ما عليكم امر. واللي جالس هناك رجل على رجل شو عنده؟ عندك تعال هنا يا رب. والله كبوت افضل 3. نبدا من عند الثالث. طيب المركز الثالث اليوم خذوا راحتكم استريحوا بما انكم تعبتوا واجد استريحوا. المركز الثالث المركز الثالث أنا ما راح أعرضه. المركز الثالث راح ينعرض في الشاشة. أعرض لي المقطع الثالث. نعم 3 2 1 استاهل. تعال والله إنه أبدع يا أخوان. والله اني يوم سلام واني يوم شفت اسمه اني عرفت انهم انصفوا. ما قصرت. بيض الله وجهك. خذيت المركز الثالث. لا المركز الثالث 300 نقطة خذيتها بجهدك وصدقني انك تسأل هذا الشيء. الله يطول عمرك ويطول وجهك. ابغاك توصل رسالة لل... مو ابغى قاصر في الفقرات اللي قد مو اذكر بها لكن اول فقره ادخلها انا متحمس للتمثيل فارتفي. جعل ابوك الجنه. الله يرفع قدرك. الله لا يهينك ولا اخوك. الله يرفع قدرك ويعلي شانك. خذاها شخص يستحق. 300 نقطه راحت لعقاب يستاهل. المركز الثاني الحاصل على 500 نقطه 3 2 1 اعرف. تعال تعال بالنص. مع النجوم الفريقين. بيض الله وجهك ابيض. يا جماعه اذا اعلنت عن المركز الاول كلكم تجون هنا. طيب تستاهل. تستاهل الطيب والله. خذيتها بجهد. الله يطول عمرك. المركز المركز الثالث والثاني. ما في شيء جديد قالها زايد. ما في شيء جديد. تستاهل. والله انك تستاهل. الله يطول عمرك. خذيتوها بفعلكم. الله يطول. شيء افضل من لا شيء. الله يسعدك. بيض الله وجهك. هذا كله والله من دعمك يا ابو عبد الرحمن. 500 نقطة إلى ريال البلوي. الله يطول عمرك. نبغاك تعطينا كلمة للمشاهد. والله شوف بالمواقف هذه يا رجل تلخبط لسانك. لكن اقول الله يوفقكم واقول كلمة ابو عبد الرحمن. اي وش يطلق؟ اطلق حجاجك. يا لبك انت. والان شغل شو اسمه؟ قلب 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 رعب شو اسمه؟ يا زقنك زقناه يا ولد. والله انك انت اما انت فين سحبتينا عفوي. طيب قربوا يا شباب وقفوا اذا ما عليكم امر. لا لا خلوكم على حدود الشاشه. المركز الاول المركز الاول المركز الاول الحاصل على 1000 نقطه من تتوقع؟ أنا تعال
كلهم ما قصروا، لكن انا اتنافس مع رجال المسرح. من؟ عباس الوالد. عباس زود الاشاره والله ترى بزعوه. اوه لا. تصريح قوي على التحدي قبل ما ابدا اي مشهد. عندك عباس ها قاعد عطاه عباس وقاعد انت ما بين الاثنين ذا عادل المطير حمايه بدينا حمايه عادل عباس خلاص عود المركز الاول حاصل على 1000 نقطه سلطان اسمي نعرف الناس 3 2 1 اعرض اعرض يا حبيبي بجيك والله عباس استاهل 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 السكريبت مريونيت وجهك يا عباس مريونيت مع الصادي هلا يا هلا مريونيت مريونيت مع النايم هلا يا هلا مريونيت مريونيت مع الصادي هلا يا هلا في سكريبت اثنين انا جيت ولا هي غريبة انصطيت مع النجوم الفريقين بابداعينا متفوقين ابو مناحي يقول انا كنت انافس هباس استريحوا يا شباب يقول انا كنت انافس هباس هباس الحين خذها كلمه كلا والله يستاهل يستاهل انا قلت لك قبل اي مشهد ما تنافست الا انا وهو انا وهو لاني واثق من قدراتي قدراتي يا حبيبي كف كف في رتويت ابو مناحي عندك كلام بتقوله للجمهور اي والله تفضل اشكر كل من دعمني والوعد البرايم التمثيل حقيقي التمثيل حقيقي وبشروبه يا حبيبي انت ايش تسوي يلا صمموا يا شباب يلا يلا عود تفضل فمن هذا المنبر اطلبك تدبلها لان علي خصم 14000 تبط الدبل ايه يستاهل يستاهل تحريبها يا نايف النوايف الفين الهبط اي راسك احبك يا كاتب تستاهل تبارك طيب نارف. الحين نارف الحين الاسبوع الجاي ها الحين بناخذ السحب من هاشتاج بناخذ السحب من هاشتاج طيب طيب ناخذ السحب من هاشتاج من عندك انت سيدي وسيدتي المشاهده تقدر انك تعطي متسابقك 300 نقطه طيب مع النجوم الفريقين سبحان الله فتحت الهاشتاج دقيقة رخصت رخصت ابداع الحين يقول اذا ما خلصت بس لك في على الصدام يا عبد المتحيز اربع رشارة يلا اربع اربع رشارة طيب بنسحب عدوا الى ثلاثة وبنوقف واحد ما بعد سحبنا طيب يلا واحد اثنين ثلاثة ممتاز من اللي قاعد وصف فيه بس اعلن عادل الطير بيض الله وجهكم عادل عادل بيض الله وجهك ابدعت في التمثيل تالقت انت ومجموعتك خذيتوا المركز الاول والان يعطونك الجمهور 300 نقطه كلمتك للجمهور كلمتي لهم قبل شوي كنت جالس هنا يوم قلت الهاشتاج جيتك على طول عادي لان داري جمهوره ما راح يخيبني بدون قصور باخوياي بس انا والله يوم قلت التاج يا ريت ان شاء الله النظام جمهورك كفو وانت استاهل الله يطول عمرك الله يوجههم شكرا يا شباب جميعا الله يعطيكم الف عافيه تفضلوا معي كلمه بس لبيه اذا في شكر فهو لك انت الله يرحم والديك يا مقدم مثل نايف ولا استريح لبوا والله لبوا والله كبر فيها شيء يا
يا مقدم مدرك ولا بلاش؟ والله انا اشهد اعتذر. فقره يجينا قبلها بيومين، انت مجنون. بيض الله وجهك يا حبيبي. تعبنا انا والمشاهدين والقناه وجميع من يشتغل في القناه من اجلكم سيداتي سادتي. اعلنا عن جميع اللي فازوا، اشكر الشباب على تفاعلهم بالفقره، اتمنى انها عجبتكم هذه الفقره. اعذرونا اذا بدر قصور في ختام هذه الفقره. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على محمد. اتمنى انها عجبتكم. استودعناكم الله من كل دار وديره وانا خمير. قناة المبدعين الاقوى، الواقع هنا ترى هي